مساء الخير ومساء المحبة ومساء السلام من أرض الصداقة والسلام مشاهدينا الكرام من أرض الكويت الحبيبة وعبر شاشتكم شاشة تلفزيون المجلس وبرنامج إسراي. وأرحب بضيفي الكريم دكتور محمد براك الهيفي استشاري الجراحات العامة والسمنة وزير الصحة الأسبق وتكمل للحلقة الفائتة. حياك الله معنا دكتور. الله يحييكم وأنا سعيد أني أكون معكم مرة ثانية وإن شاء الله دائما نكون موجودين مع بعض بإذن الله. دكتور يمكن لي في الحلقة الماضية استعرضنا معاك عن طفولتك وبداياتك وأيضا نشأتك ومراحلك الدراسية وصولا إلى تخصصك في الجراحات والسمنة، يمكن أخذنا منها جانب للمشاهد الكريم، ولكن راح أبدأ معك اليوم في الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. كان الوالد رحمة الله عليه خارج الكويت وكنتوا موجودين واتصل عليكم وقال لكم اطلعوا. صح. شوف بداية الغزو سبحان الله، طبعا كان يوم الخميس 2/8/90 الله يذكره بالخير. اتصلوا في المستشفى الساعة 5:30 قال دكتور لازم تجي عندنا امرجنسي. يوم الخميس. يوم الخميس اللي هو يوم الغزو. سبحان الله خالي حسين في الشرطة نفس الوقت جاء اتصال قال لازم تجي. فطلعت من الغرفة اني بروح بشوف خالي حسين شو يقول وهذا بنروح. اول ما طلعت من غرفتي كان اللي قاعد برا جدتي الله يرحمها. الله عليها. فايز والله ما انسى الله يرحمها. اول ما طلعت كانت تقول لي صدام اخذنا. قلت نعم. كانت تقول لي صدام اخذنا. قلت له يمه شنو صدام؟ ماكو شيء، انا اتصلوا في المستشفى وعادي هذه تصير معاي يبوني. قالت صدام اخذنا. الا خالي حسين نازل هو فوق. كان يقول اتصلوا فيني هم لازم انا اروح. يوم قلنا لازم نروح. سلمت عليها ولبست هدومي وطلعت. طبعا المستشفى انا كنت بالفروانيه ورايح مستشفى الاميري. وانا رايح بالطريق الشرطه الكويتيين قال لا تروح. قلت معود انا الدكتور وطالبين المستشفى قال لا تروح. عشان اخليه واطلع من الشارع الثاني. بطلع على الخليج، كنت انا على شارع الاستقلال. قلت بطلع على الخليج، طلعت على الخليج الى دوريه ثانيه. قال ارجع. قلت بروح المستشفى قال ارجع، وقتها كانت الساعه 6:30. عشان ارجع ما قدرت اوصل. وانا راجع البيت الا خالد حسين نفس الشيء، قلت ها وين؟ عشان قلت ما قدرت اوصل، قال ارجعوا بيوتكم. عاد وقتها عرفنا ان صدام غزا الكويت. غزا الكويت واخذ الكويت. ويعني شوف الجد الله يرحمه شلون فطره عرفت وحنا اللي قاعد نشوف الوضع وهذا. قلنا كل اللي شو بيصير شيء بالحدود. نوينا يدخل وياخذ الكويت بهالطريقه. فهذه بدايتها. ابوي الله يرحمه كان مسافر الاردن وكان رايح عند ربع هناك اردنيين. طبعا هو اللي قالنا بعدين يقول اول ما قعدت الصبح جاني صاحب الاردني ولمني حيل. قلت عسى ما شرش فيك. قال الكويت راحت. قال شلون ما يصير؟ قال خلاص. المشكله اللي صارت هناك ان ابوي كان يسمع ان العراقيين كانوا يدخلون على البيوت كانوا يخطفون الناس، كان يقول ياخذون الشباب يودونهم مثلا الشمال عشان يحاربون، يودون يعني ياخذون الحريم وهالشغلات هذه. فكان يعني بحاله هستيريه بوقتها. فدخل السعوديه واتصل على اخواني الكبار اخوي سالم واخوي مبارك وعلى خالي علي. قال لهم لا تطلعون باي طريقه، الوضع اللي عندكم سيء جدا اللي قاعد نسمع ولا تطلعون. احنا كنا قاعدين كلنا بيت واحد بيتنا بالعرضيه. فنروح نطلع ما نطلع ما شنو استقروا انه يطلعون. انا بصراحه ما كنت بطلع. قلت لهم شوفوا ما يخالف انا طبيب ومحتاجيني هني وابي اقعد بالكويت. سلموا لي على الوالد يقول محمد خلاص قاعد. قالوا كيف يعني هذا بعدين رايك؟ وهذا الوحيد المره اللي صار بيني وبينهم شد وجذب. عاده يعني ناخذ الامور عاديه بس ذاك الوقت يعني شويه صارت شد وجذب بيني وبينهم. فقالوا خلاص كيف. ركبنا سيارات. قلت لهم شوف انا بركب السياره عشان امي وجدتي مو راضين. قال لي محمد ما يطلع ويانا احنا نقعد وياه. ما نطلع.
فركبت قلت انا اركب معاكم عشان رايح، واول ما تمشون انزل وانت توكل على الله. وفعلا ركبت سياره نزلت سبحان الله. طبعا جدي وامي كانوا حاسين، فتحوا البيبان السيارات قبل ما نطلع. الحين توقف السياره نقعد نحمل تروحوا يا يما يا جدتي الله يخليك ما شنو ماكو. قعدنا ليله اضطروا ورجعوا وقعدوا ليله معاي. وبعدين ثاني يوم قالوا محمد شوف انت اطلع ويانا هناك احنا نرجعك. قلت خلاص عشان ابشر ابوك عشان امك وجدتك. فطلعنا رحنا السعوديه وكان ابوي في استقبالنا هناك وكان اوريدي ماخذ لنا بيت وقعدنا فيه وكذي. بعدها قلت برجع، قالوا الوضع صعب، صعب انك ترجع، واذا ترجع بترجع بروحك شو بتسوي يعني؟ حتى لو بتقعد في المستشفى هذا في الاخير بتعالجهم ولا بتعالج العراقيين ولا بيسوونك فيك شيء، ما نبي، لنا لك حل ثاني. في الحين طالبين متطوعين كويتيين، فقلت خلاص انا ادخل الجيش. كان وقتها 2/9 اللي هو التحرير، على طول لبست وطلعت وكانوا موجودين بالحفر بقاعه الملك خالد. فرحت لهم. يعني من سبتمبر 90 لغايه لغايه التحرير وانا معاهم في الجيش. يعني هذه الفتره دكتور اكيد صندوق اسود يحوي من الذكريات، ذكريات كثيره ومواقف كثيره دكتور. احنا اول شيء كنا في القاعده، بعدين طلعنا من القاعده الى يعني الحدود، كنا في البر، وكنت انا في لواء التحرير. فلما استعلمت قالوا في لواء الشهيد قبلنا، هذا اللواء الشهيد راح يدخل قبل لواء التحرير. كان اروح حق المسؤول الطبي، انا كنت طبيب متطوع، حتى اذكرها جابوا لي شو اسمه مسدس وجابوا لي رشاش. قلت انا رشاش ما راح اشيل، اعطوا المسدس اوكي يعني وصلني احد اوكي، بس ما راح احارب من بعيد لبعيد، لان معك ما كان عندي خبره في الشغلات هذه. فقلت كان الدكتور راشد العمير الله يذكره بالخير والدكتور ضيف الله برمية العضو السابق، قلت لهم انا ما بقعد بلواء التحرير، اسمحوا لي ابي اروح لواء الشهيد، انا بكون اول واحد مع اول لواء يدخل الكويت. يا دكتور خطر عليك وانت ما عندك خلفيه عسكريه وما شنو. قلت له انا بروح هناك يعني اذا سمحتوا لي توافقوا لي واروح. بعد مناقشات وهذا قال لي يبا خلاص ودوا محمد هناك. فرحت معهم لواء الشهيد، سبحان الله ب 24/2 دخلنا الحدود الكويتيه. مات يعني ما عمري حسيت بفرحه مثل ذاك اليوم. اول ما عبرنا الزبر ودخلنا الكويت كلنا نطالع بعض، اوه احنا في الكويت واحنا في الكويت يعني، وقعد نتلم بعض. الحين ما صار تحرير ما ادري شنو قدامنا اصلا، وسلمنا على بعض ودخلنا. كان لما دخلنا كان العراقيين على اخر انفاسهم، فكانوا يطقون في الهاون بعشوائي، فكان تطيع علينا القنابل اليمين ويسار نسمعها ولازم ناخذ وقت الارض والشغلات هذه، بس كنا نسمع شيء في اللاسلكي مال القياده ان الضباط الكويتيين يقول يا سيدي احنا قاعد عندنا عراقيين بالهبل قاعد يستسلمون وما ندري وين نوديهم من كثرهم. فهذا اللي طمنا وارتحنا، فدخلنا عبرنا الحمد لله بسلام، وصلنا لواء 35 اللي بعدين سموه لواء الشهيد. وبوقتها قلت ممكن انا بروح المستشفى الاميري اللي انا كنت اشتغل فيه، خليني بشوف شنو عندهم شنو موجود. فقال الدكتور تفضل، وكنت طبعا بلبسي العسكري وهذا. فرحت الاميري شفت ربعي وسلمت عليهم اللي موجودين وطمنت عليهم. قال دكتور احنا محتاجينك، احنا الدكاتره قليلين جدا والخفرات تقريبا كل يوم، محتاجين اطباء معانا، تعال ويانا. قلت بالعكس انا يعني ابي اخدم مني ولا مين، ما عندي اي مشكله. صح. لما رجعت لواء الشهيد رحت للآمر قلت الحين انا دخلت وياكم، رحت مستشفى الاميري والمستشفى محتاجني، انتم محتاجين هني اقعد ولا اروح؟ كان يقول لا بالعكس احنا الحين خلاص وضعنا مستقر هني وما نحتاج شيء ثاني، واذا حتى لو المحتاج لما نحتاج مستشفيات فنبيك انت تكون في المستشفى. فالحمد لله رحت مستشفى الامير وقعدت ناخذ خفرات يوم وترك، كنا عايشين في المستشفى لمده يمكن 4 إلى 5 أشهر على ما رجعوا الاهل وعلى ما رجعوا مره. الله يعطيك العافيه. دكتور تمتعت بعضويه المجلس الاعلى للتخطيط لـ4 سنوات، نبي نتكلم على خلاصه هذه التجربه دكتور.
كانت تجربة ممتازة جدا، وكانت من 2008 إلى 2012. تعلمت منها الكثير من زملائي اللي كانوا معي سابقيني في الخبرات السياسية، وكنت في لجنة السياسات، هي أهم لجنة كانت في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وبوقتها احنا وقتنا اللي طلعنا حتى خطة التنمية، أول خطة تنمية للكويت. وبوقتنا اللي طلع كانت في لجنة البدون اللي صار الجهاز المركزي اللي رأسها العم الفاضل أبو يوسف الفضالة، صالح الفضالة. وهذه الأشياء اللي مرت علينا. بس شوف، في فترة من الفترات في بعض الشغل ما كان يعجبني، فمو كل آخر سنة ما كنت أحضر كثير، لأن كل اللي قاعد نسوي ما قاعد يترجم بالسلطة التنفيذية. فكان عندنا شوية ملاحظات تذمر، أنه مو كل اللي قاعد نقوله المفروض أنه سلطة مجلس استشاري للسلطة التنفيذية، فما كان كل اللي نبيه واللي نطمحنا أنه يصير. فبالأخير اللي بديت آخر يعني كم شهر ما كنت أحضر الجلسات مثل ما كنت أول. دكتور، يعني هل وجودك وتمتعك في عضوية المجلس على تخطيط الأربع سنوات كانت أحد أسباب توزيرك من وجهة نظرك أم لا؟ نعم أكيد له سبب كثير، لأن في كثير من الزملاء أعتقد طرحوا اسمي، إني يعني واحد منهم حتى قبل أصير وزير ما أدري أذكر اسمه ولا لا، بس واحد منهم قال لي دكتور إيش رأيك نبيك وزير صحة وهذا. وقتها قلت أنا يعني أنا ماشي بعيادتي صح، ومجالي القطاع الخاص يعني كنت نمبر 1. كان طموحك دكتور انك تكون وزير؟ احد يعني كان هالطموح موجود ولا شوف اتى بالصدفه؟ لا شوف، مو عن طموح، لكن عمري ما سعيت له يعني ما عمري يعني في ناس كثير يسعون لنا ودخلهم ناس وواسطاتنا نبي نصير وزير او اطرحوا اسمي. عمري ما سعيت له، لكن كنت احس من داخلي. حتى الاخوي مبارك كان عضو مجلس الامه لمده 4 سنين من 99 ل 2003، عمري ما دخلت في المجلس، كل اخواني راحوا وكل شافوا الوضع ما شاء الله. عمر ما دخل مع انك سياسي ومتابع السياسه، اتابع الاوضاع عن قرب يعني. لكن قالوا ليش ما تدخل المجلس؟ قلت انا ادخل المجلس بشغله واحده، اذا صرت وزير راح ادخل المجلس، اذا ما صرت وزير ما راح ادخل المجلس. اذا راح نستكمل حوارنا مع الدكتور الفاضل الدكتور محمد الهيفي، فاصل قصير ونواصل معكم باذن الله. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا معكم ومتواصلين معكم دكتوري الفاضل وضيفي الفاضل دكتور محمد براك الهيفي. دكتور محمد، يعني قبلت في وزارة الصحة وكان ما كان طموح تسعى إليها أن تكون وزير، وقلت ما راح أدخل مجلس الأمة مع أن أخوكم مبارك كان يعني نائب في مجلس الأمة، ما راح أدخله إلا أن أكون وزير، ودخلت طبعا شوف المجلس وانت وزير. ما حد يعني هو الخدمه المدنيه او الخدمه العامه اقصى طموح انك توصله شغلتين، انك يا تدخل في المجال البرلماني وتدخل عضو، او انك توصل وزير. طبعا بمجرد اختيارك ان سمو الامير يطرح اسمك او يختارك، هذا وسام على صدرنا كلنا وشرف لنا كلنا، وسمو الرئيس مجلس الوزراء أن يختارك تكون ضمن الفريق، هذا أهم شيء، شرف كبير. فكان صعب أني أرفض يعني لما طلبوني. حتى أذكر الحادثة لما طلبوني، كنت في العمليات، كان يوم الثلاثاء 11/12/2012، اتصلوا فيني واحد من ربع قال لي محمد مدير مكتب السمو الرئيس بيكلمك. هذا رفيجي كان اسمه أحمد، قلت له احمد اذا بيحطوني وزير قول لهم محمد ما يبي كذي. قلت له والله، قلت له كذي شي، يقول مالي شغل فيك انت وياهم تجازون. اتصل فيني مدير مكتب سمو الرئيس ابو فهد، قال لي سمو الرئيس يبيك. قلت له ابو فهد انا حاضر، بس انا عندي عمليات صراحه ما اقدر اطلع الحين. قال لي اوكي، متى ما خلصت دق علي. عاد وقتها سبحان الله عندي لسته طويله ولسه مهمة يعني ما أقدر أخليهم أطلع وأرجع، يعني صعب إنك تخلي المريض يطلع. فكملت عملياتي على الساعة 12، دقوا علي دكتور ها وينك؟ قلت والله ما خلصت. 12 بالليل. 12 لا الظهر. يعني كانت 9 الصبح لعشر للساعة 12. قلت له الحين ما خلص. قال دكتور ما خلص دق علينا. المهم خلص الساعة 2:30. لقيت عليه قال لي محمد معلش سمو الرئيس اعتذر منك، هو عنده كان الحين عنده شغل، بس الساعة 5 روح له في ديوانه. قلت
له اوكي، قلت فرصه بعد. انا وقتها اول ما عرضوا عليه يعني دقوا علي، دقيت على خالي علي ودقيت على اخوي سالم ودقيت على معظم ربعي واخواني، ها ايش رايكم؟ معظم قالوا لازم توافق. انا ابي احد يقول لي لا، يعني وقتها ابي احد يقول لا. ليش كنت متخوف يعني؟ لا مو متخوف، انا لاني كنت قلت لك في مجالي الطبي كنت الحمد لله ناجح، وصلت تقريبا رقم 1 في الكويت في عمليات السمنه. فكان عندي لستة طويله يعني، حتى بيومها يوم الحين اكمل لك السالفه، عندي لستة لمده شهر كامل قدام. فحرام يعني اضيع كل اللي بنيته، لان تدري لما تصير وزير خلاص راحت يعني لازم تبنيها مره ثانيه. فالمهم قلت هذه فرصه، قلت الوحيده اللي بسالها اذا قالت لي ايه اقول اوكي، واذا قالت لي لا بقول لا، بروح لامي الله يطول عمره خليلها. امين. فاتصلت على اخواني قلت انا راح لامي، اللي تقول لي بصير. دخلت، هي متعود علي ادخل عليها الظهر، فتقول عسى ما شاء. قلت ابدي ما انا جاي استشيرك. قلت الوزاره عارضينها علي، وش رايك انت؟ تعرف الام لما تستانس يعني، حسيت انها فرحت ان ولدها بيصير وزير. فشفت الفرحه فيها، بس بعدين ما طبعا ما قالت لي اوكي، قالت لي كيفك؟ قلت لها يما انا ابي رايك. قالت محمد شوف استشير اخوانك واستخير ربك، واللي يصير اخذه. طبعا قعدت مع اخواني وسالفنا ودردشنا انه لازم، وهذه يعني انت تخدم البلد وكفايه ان انا استانست بالراي ووافقت وقبلت في وزاره. طلعت الساعه 5:45 وصلت عند سمو الرئيس، قال سمو الامير طالبك معانا في الوزاره. ما قدرت اقول لا، قلت انا حاضر وانا اخدم البلد في اي مكان. طلعت منه ورحت بروح العياده، عيادتي الساعه 5:30 تقريبا. وصلت العياده ما شاء الله الناس قاعده تنطر لي برا، بس الصدفه اني دخلت العياده وبالتلفزيون مكتوب معلومات عن توزير الدكتور محمد الهيبي وزير الصحه، يطالعوني بالدكتور. قلت ان شاء الله لا دكتور. يعني شروط معينه وضعتها في الوزاره، وكنت اول من التزم بهذه الشروط القيود. قبل الشروط انا بس بقول نقطه، سبحان الله في تاريخ معين مهم، لما صرت وزير كان تاريخ 12/12/2012 مميز الرقم. مو بس كذي، لما اقسمت كنت اطالع الساعه 12 ل 12 دقيقه، فكل 12 12 12. يعني هذا من الاشياء اللي الواحد ما ينساها. لما كنت وزير طبعا اخذت على عاتقي ان اسوي كل شيء للمصلحه العامه، عمري ما فكرت في نفسي ولا عمري فكرت في مصلحه اسرتي ولا اسره او ربعي حتى. انا اقول لك خسرت كثير من ربعي وخسرت كثير من ناس القراب بسبب اني ملتزم بالصح، ملتزم بالقوانين، يعني قد ما اقدر اني ما احاول اني افضل ناس على ناس او امشي ناس على ناس. واهم يعني طبعا وزاره الصحه اكثر شيء المشكله فيها اللي هي العلاج بالخارج، كل واحد يبي يروح برا، وانا كنت طبيب كان لا يمكنني اسمع الا عن طريق اللجان، تكون اللجان هي موافقه. في الشيء اللي ذكرته، انا جراح تكميم وجراح عمليات سمنه، كنت ادري ان في اشياء قاعد تصير مو صحيحه، وادري ان هذول زملائي وانا كنت معاهم في الحق، اصدرت قرار. فقلت لو، وكان في وقتها كانت يعني سبحان الله يعني بوقتها بشهر 4 شهر 3 وشهر 4 كان في نتكلم عن التسريب والمضاعفات، كان في مضاعفات كثيره بوقتها، وكان في حتى وفيات يعني حوالي من 4 الى 5 بسبب هالعمليات ومع المضاعفات، فكان حتى البريشر علي كثير. فكنت انا بين نارين، انا دكتور وطبيب مع زملائي، وهذه الشغله شغلتي، هل وبعدين مو مصالحي اني اسوي على نفسي قيود، او الشغله الثانيه اني اسوي قيود وازعل ربعي بس ارضي ضميري، لان ادري ايش قاعد يصير، ادري ان في اشياء مو صحيحه. واخترت ضميرك واصدرت قرار، والقرار واصدرت يعني قرار ان توقف العمليه لمده 3 شهور عشان تطلع فيها جايد لاينز، ان تطلع فيها شروط معينه، شروط شوف حطينا شروط على الطبيب. وحورب دكتور يعني في حربت في بهذا القرار، حورب من زملائي يعني، حتى من زملائك، ان يعني بعض الاقوال اللي كانت يعني مطروحه في الاعلام انذاك، ان الدكتور محمد بعد ما اصبح وزير لانه ما عنده عمليات ما راح يسوي، اصدر هذا القرار الى 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 اخره، ولكن تحملت يعني هذا صحيح الـ. وهذا الكلام صح، احنا كنت اقعد مع مجلس الوكلاء وكنت اقول لهم ترى راح يقول هالكلام، لكن شوف يعني الواحد يفكر صح، انا كنت ادري اني خلاص لما طلع اني انا بمشي من الوزاره، يعني خلاص ما ابي اقعد اكمل اكثر من كذي. لو انا من صالح الشخصي اني ما اسوي هالقيود، ايش حق اسوي قيود؟
لأن أدري بعد ثلاثة أشهر بطلع، فش حق أسوي حق نفسي قيود وأخسر إيش كثر عمليات وخسرت إيش كثر عمليات بسبب هالقيود. لكن المصلحة العامة أهم من أني وقدمتها، وما في أحد بالدنيا في العالم يحط على نفسه شروط. صحيح. وأيضا يعني بالمقابل مع هذا القرار دعمت بقرار آخر بإلغاء اتفاقية مع جامعة أمريكية بقيمة 100 مليون دينار. إيه لا، هذه الجامعة كان جون هوبكنز الأمريكية، هذا أول ما سلمت الوزارة. بعدها بيومين جاني الوكيل قال لي دكتور إحنا عندنا اتفاقية مع جامعة هوبكنز، واتفاقية ما قاعد تمشي صح. المشكلة اتفاقية 5 سنين مر عليها سنة قبل السنة، وعندنا التزام معهم من خلال هالسنة، إذا لقينا العقد قبل سنة ما علينا أي التزامات، ما علينا أي جزاء، أو إذا لقوهم قبل سنة ما لهم أي جزاء، لكن بعد السنة خلاص في شرط جزائي، في شرط جزائي ولازم تدفع كل الفلوس اللي عليك. فقلت شكتب بقالنا، كان هذا 14-12-15-12. قال دكتور باقي لنا يمكن أسبوعين، ومن ضمنها 25 ديسمبر اللي هو عندهم إجازات في عطلة. في عطلة في أمريكا. قال الدكتور أنا للحين ما قعدت على الكرسي الوزارة. قال دكتور ترى إذا أخذت قرار وبتلغيه يمكن ما تقعد على الكرسي. كان التفت عليه قلت أنا ما جيت أقعد على الكرسي، أنا جيت أشتغل، إذا هذا القرار ما يخليني أقعد على الكرسي ما أبي قاعد على الكرسي. قال بس قلت له بس بشرط، انا ما راح الغي مني الطريق، يعني انا ما اعرف ايش قاعد يصير، بس انا اقول لك انا طبيب وفي المجال وما سمعت ان جون هوبكنز موجوده معناها في خلل، لان جون هوبكنز يعني هذا الامر دعم قرارك اي الصواب اكثر. طلبت تسمعوا القيادات مستشفى العدان، لان كان في البدايه في مستشفى العدان، فكلهم بالاجماع قال دكتور احنا ما استفدنا شيء، بالعكس احنا قاعد نخسر من اللي قاعد يصير، ونرجو انك تلغي الاتفاقيه. فأخذت القرار ولقينا الاتفاقية واتصلنا على ملحقنا الصحي في أمريكا، وجزاه الله خير خلال أسبوع خلصنا كل شيء ولقينا القرار والحمد لله، ولا صار شيء من اللي كانوا خايفين منه. الكرسي جعلني أكثر تواضعا، شلون؟ هذا السؤالي. والسؤال الآخر، هل ممكن يعني كل شخص ممكن يحظى بمنصب أن هذا المنصب يجعل منه شخص متواضع؟ لا، شوف إنسان لما كنت تكون متواضع وتوصل المرحلة يعني وزير أو معالي وزير على قولتهم، يعني راح تحسسك أنك أنت يعني كبير أو شيء مهم أو شيء، يعني الحمد لله ما حسيته، فحسيت يعني أني أنا وصلت هالمرحلة، لكن لا، تواضي هذا هو وخلاني بالعكس أني أحترم الناس اللي أصغر مني أكثر، يعني حتى لو قبل أشوف الناس بطريقة معينة، لا، الحين أشوفهم بطريقة أحسن، والتواضع تعامل معهم أحسن. احنا متواصلين معكم ومتواصلين مع ضيفي الكريم، فاصل قصير ونستكمل الحوار بإذن الله. رجعنا معكم ومتواصلين في برنامج جسر بضيفي الكريم دكتور محمد براك الهيفي، استشاري الجراحات العامة والسمنة ووزير الصحة الأسبق. دكتور محمد، بكل صراحة، ألم تستفد من يعني توزيرك في زيادة شهرة عيادتك أو لا بعد ترك الوزارة؟ لا بالعكس، قلت لك أنا قبل، الحمد لله أنا قلتها قبل شوي، أنك قبل الوزير كنت بالعكس، أنا كنت في أوج قمتي في الـ في الـ في أنا صحيح، ولكن أنت أصدرت قرار للمصلحة العامة ولي الإنسان بصفة خاصة. إيه، فأقول لك قلت العمليات بعد انتهاء توزيرك. إيه، ما كسبك شهرة أكثر؟ أقول لك أول شيء، لأن إحنا سوينا الشروط على المرضى وعلى الدكاترة وعلى المستشفيات، فأصلا نسبة العمليات قلت في الكويت ذاك السنة، قلت تقريبا 60% اللي قاعد نشتغلها، 40% قلت. فأول شيء هذا قل عندي. ثاني شيء، الوزارة في ناس لما صرت وزير قال دكتور خلانا لما صار وزير وبعدين الحين بيرجع، ما شنو، في بعض الناس لا اتركوني والله خلانا فإحنا نخليه، في ناس لا بالعكس، في ناس لا انطرتني، في ناس كانت يتصل على يعني يعرفون الأهل وكذي، يقول إحنا ننطر متى الدكتور يرجع وراح نسوي عنده العمليات. فيعني هي وين اند جيم، يعني في ممكن اي وممكن لا. سفير لي النوايا الحسنة مدى الحياة، وهذا اللقب لقب يعني ثقيل نوعا ما دكتور، ويحمل الإنسان مسؤولية يعني أكبر وأعظم. شنو يعني لك هذا اللقب؟ والله يعني الكثير، يعني الحمد لله، يعني لما جوني وطلبوا مني ان احنا بيختاروني بالسفير النوايا الحسنه ما كنت متوقع صراحه. فانا سالتهم قلت ليش انتم يعني الاسباب، شو الاسباب اللي هذا، يعني سبحان الله لما يقول لك رب ضاره نافعه،
كان في 4/4/2013 جلسة مناقشة الوضع الصحي في الكويت، فكنت أنا أتكلم عن الوضع الصحي وهذا. فسبحان الله بعض الأعضاء اللي ضدي أو اللي يعني يبون شو اسمه معاملاتهم تمشي وما كنت أمشي لهم، فكانوا يقولون أشياء مو صحيحة. من الأشياء المصحيحة يقول الدكتور راح مصر وكان يسوي عمليات وياخذ فلوس يسوي عمليات بدار الفؤاد، والدكتور يروح مستشفى السلام والهادي يسوي عمليات الساعة 4 الفجر. يعني شوف تخيل لما واحد يعني يقول كلام مغلوط لهالدرجة صار مغلوط. فطبعا رديت عليهم أنا بوقتها وقلت إذا تثبتون هالشيء أنا مستعد أستقيل، وإذا أنتوا غلطانين تستقيل طبعا خلوا هالشيء. بس هذه النقطة أثارت الناس، يعني الناس هذه اللي قاعد تتابع وتشوف فشافوا وعرفوا. ولما قلت أنا هذا كله تطوع وكله يعني حتى في أشياء كنت أدفعها من جيبي، يعني بعض الرحلات كنت أدفعها من جيبي، الدباسات الجراحية، وكنت على وقتي وكنت أروح بوقت الويكند اللي وكند اللي مفروض أرتاح، كنت أروح أسوي هذه العمليات التطوعية. فلما عرفوا وتكلموا عن الناس هناك وقال لا الدكتور جاينا متطوع، وحتى طلعوه بتلفزيون الكويت وطلعوه بتلفزيون مصر أنا وزير الصحة تطوع وتبرع منه في هذا. فسويت عمليات في القصر العيني وسويت عمليات في الحسين بالتطوع وتبرع مني، وسويت عمليات في دبي. فكانت هذه احد الاسباب، هذه بعدين شافوا الاشياء اللي قمت اسويها. طبعا الكذبه الكبيره انه الدكتور يروح الساعه 4 الفجر وهذا يعني لان احنا ما نقدر نصدقها، يعني ما هي مصلحه المريض ولا الدكتور اصلا. اي دور تقوم فيه الان دكتور؟ طبعا لما اختاروني، بس اسف على النقطه، ان اختاروني كانت 2015، هي السفير نوال الحسنة والسفير الانسانيه يكون مده سنه وبعدين تجدد. عاده يجددون 3 سنين وخلاص. انا عقب سنه الحمد لله جوني قال دكتور احنا راح نختارك مدى الحياه، وهذه اول مره تصير. دكتور اي دور تقوم فيه الان كسفير للنوال الحسنة؟ في اشياء اسويها طبعا، هذا اشياء خيريه واشياء غير معلنه، ما غير معلنه، فالحمد لله يعني شيء. انا انسان بسيط جدا، اين تكمن هذه البساطه؟ هذه مقولتك دكتور. هم دائما يسموني حتى اطبائي وزملائي دكتور انت سهل ممتنع، يعني انت سهل بس عندك قرارات صحيحه وعندك اشياء لما تقولها بحكمه وتقولها بطريقه اللي المفروض تصير. وانا بطبيعتي يعني ما احب التعقيد، احب كل شيء يمشي ببساطه، يعني ما احب ان احد عقد الامور او انه حتى الاشياء حقي انا اسويها بنفسي. يعني عمري ما اقول حق احد روح سوي لي شاي، حتى عيالي نادر جدا، انا احب اسوي شاي بنفسي مثلا في اشياء. هذه كلها اثار الغربه، ترى اثار القربه وبعدين الغربه والدراسه قبل واشياء خاصه انا اسويها عليك. يعني حتى بالوزاره يكون عندي سايق لازم، يعني قليل نادر جدا لما اخذ الاشياء يعني رسميه عشان ينزلني عند المكان، كنت اروح بسيارتي الخاصه عادي. ف دكتور من هواياتك الجميله المشي والقراءه، ماذا تعني لك القراءه اولا؟ والله شوف اهم شيء يعني، ومكتبه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني عندك مكتبه طبيه وثقافيه وادبيه وكمكتبه منوعه. عندي الحمد لله من جميع الكتب، وتقريبا نصها كتب طبيه والنص الثاني كتب سياسيه وتاريخيه ودينيه وحتى روايات. فالحمد لله من انا هاوي قراءه من زمان، ودائما حتى احث اولادي على القراءه، واكثر عيالي يعني اللي الحمد لله يعني احس فينا حب القراءه، حتى يجيب الكتب هو يعني سلمان ولدي يدري اني هاوي، فدائما اي كتاب جديد يهديني اياه، فهذا هديه بالنسبه لي كبيره جدا. اخر ما قريت دكتور؟ انا الحين قاعد اقرا روايه حق جورج اورويل، روايه انجليزي توفي من زمان، بس روايه مزرعه الحيوانات، وهذه روايه سياسيه يسويها اسقاط على الحيوانات. وهو واحد مقولته اللي قال السياسيين كالقرود في القابه، اذا تصالحوا اخذ المحصول، واذا اختلفوا دمروا المحصول. وبعدين في لا بعد من القراءات اللي احبها، يعني انا لما ابدا اقرا دائما الحمد لله وبفضل من رب العالمين ابدا بقراءه القران، يعني تقريبا كل يوم لازم اقرا لي من 3 إلى 4 صفحات من القران. ويعني لما اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب المبين لا ريب فيه، انا لما اقرا هالكلمه احس الدنيا خلاص
ما في يعني هذا الكتاب الصح، هذا الكتاب اللي المفروض تقراه. فاستمتع لما اقرا في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني ما تقدر تلقاها بأي مكان، بأي كتب اللي قاعد أقرأها الثانية ما تلقاها الدقة والتفصيل والشعور بالأمان في مثل ما تقرأ القرآن الكريم. دكتور رياضي وبرشلوني، ويمكن أقول لكم يعني مبروك عليكم الليغا هذه السنة، الليغا والكاس وكل بس الليغا حدنا زين. محليا إقليميا؟ والله شوف أنا عرباوي، عرباوي طول عمري عرباوي، وللحين عرباوي. طبعا قليل احنا تابع الرياضة الكويتية، لكن عرباوي بس يضيق خلقي إذا العربي انقلب، وعلى طول مضايق خلقي. وعربيا أشجع مصر، أشجع الزمالك مع الإخوان المصريين، أكثر من أهلاويين، فكلها ضدهم ودائما مغلوبين احنا. ترى المصور قاعد يطالعك ها أهلاوي. يستاهل، بس الحمد لله على الأقل برشلوني على الأقل هم اللي منسيني شوية. دكتور الوالدة طول الله عمرها يا رب الله يحفظها، طقوسك في طقوس معينة مع الوالدة يعني حكم شغلك أنت مشغول تقريبا يعني جمل الأسبوع ما عدا يمكن الويكند؟ الويكند كل جمعة أنا أكون عندهم، عند الوالدة وإخواني أخوي سالم مبارك وعبد الله وأحمد وكلهم ما شاء الله الحمد لله خليهم لهم. فكل جمعة عندهم أتغدى عندهم، نقعد مع الوالدة ونسولف ونقول كل اللي صار في الأسبوع، بعدين نتغدى. ويوم بالأسبوع يعني لازم يا يوم اثنين أو ثلاثة بالليل بعد العيادة أمرها أسلم عليها. طبعا الأشياء الزيارات الأسرية عسى الله يحفظ لك يا رب العالمين. سالم ولدك سالم يدرس الطب، حريص أنه يكون على نفس نهجك وتخصصك أو محب لتخصصك ولا ممكن؟ والله شوف أنا كنت أتمنى أحد من عيالي، والحمد لله أنه طلع هو بروحه. يعني أنا ما عمري قلت له، ولا عمري قلت له روح أدرس طب ولا خليك طبيب. هو جاني قال يبقى أنا هاوي الطب وبدرس طب ودي أصير مثلك جراح. قلت له دير بالك ترى هذا صعب والدراسة طويلة والوقت طويل وراح تبعدك عن ربعك وراح تبعدك عن أشياء كثيرة. قال يبقى أنا بيها شيء. قلت أكيد. قال من داخل طبعا اختيار، من داخل مساند. والله يوفق ان شاء الله. الله يبارك فيه يا رب العالمين. محب للسفر دكتور، بس وقتك انت والمحامين شو ايه وقتكم ولكم يعني؟ اي انا محب للسفر، ويعني لازم اذكر هني ام براك يعني دائما يعني تخلق الوقت في البيت وتسوي في البيت اللي اي احد يعجز عنه، اللي تدري انه ايش كثر مشغول وتعرف شنو ابي. خير معين لك ام براك؟ اوه يعني من بداية أشوف أنا قبل أتزوج كنت بالجراحة وكنت يعني لازم أدخل التخصص، فكنت مخليه يعني قاعد أدرس وقاعد أشتغل وخلاص. لما تزوجت قالت لي وبعدين لازم يعني تجيب شهادة، وفعلا هي عانتني واخذت شهادة الزمالة ومن بعدها يعني وراك تعرف شنو يعني وراك كل رجل عظيم طبعا وبراك يعني أكيد. كانت ورائك وكانت احد الاسباب في يعني كثير من الامور. وين تحرص تسافر دكتور؟ والله شوف انا عندي دولتين احبهم، احب القاهرة بس بوقت الشتاء شتوية يعني استمتع برؤية النيل. لما اقعد واشوف النيل كثير الناس طبعا يقول لا، بس انا استمتع غير طبيعي. ولازم اروح مرتين بالسنة بالشتاء. مرتين بالشتاء. اخر مرة رحت متى؟ هالسنة ما رحت للحين، بس عادة اروح شهر 11 وشهر 2، بس هالسنة سبحان الله صارت ظروف ما قدرت اروح. رحنا تركيا الفترة اللي فاتت بالعيد الوطني. غير القاهرة؟ واحب لندن بالصيف، لندن ديرتي وعارف فيها كل شيء، وبالصيف الدولة الوحيدة اللي تكون باردة لندن. فأحب أروح دكتور لها. مرة بدلة، مرة غترة، مرة دشداشة. أنت شايف نبغى غترة عقال؟ لا الحين غترة عقال، بس يمكن بعد شوي أشوفك بدلة. لا لا شوف أنا أحب الغترة عقال، أحب الزي الرسمي، يعني أحب الدشداشة والغترة عقال وألبسها. بس مجال الطبي صعب، يعني أنك تروح عيادة بدشداشة. رحت مرة بعيادة دشداشة كان عندي شغل واضطريت أروح من برا للعيادة. حتى المرضى كنت أسألهم إيش رأيك؟ قال لا دكتور ما نستسيق ان نشوفك كذي ابدا. اشكره يقول مو متعودين. ف يعني طول الاسبوع اكون ببدله، الويكند اللي هو الجمعه والسبت لا دشداشه وغترة وعقال. دكتور هل الغترة وعقال يسبون يعني صداع مثل ما قال احد يعني النواب او احد وزراء كان يسدي بدله؟ لا طبعا الغترة وعقال ما تسبب لا دوخه ولا شيء، عذر بس هي اي حسب التعود. انت تقدر تلبسها وتحب تلبسها خلاص، عمرها ما تسبب دوخه ولا عمرها.
للاسف. بالعكس تعطيك وقار وتخليك ما تحرك راسك كثير يعني الدوخه تقل. دكتور يمكن وصلنا للختام، كل الشكر والتقدير لك وعلى استضافتك لنا في بيتك العامر. هل من كلمه اخيره قبل الختام؟ اول شيء انتم مشكورين والبيت بيتكم ودليتوا العنوان وما يحتاج عزيمه يعني، واحنا ديوانيتنا موجوده كل يوم وتفضلون يعني تسيرون علينا في اي وقت، وانا سعيد ان اكون معاكم واشكركم كلكم في بدايه فيك فايز والاخ فوزي ومخرجنا والمصورين على التعب اللي تعبتوه يعني، المصورين والمخرج كانوا من الساعه 4 هني، فيعني جزاهم الله خير على هذا التعب، ونشكر قناه المجلس وانا قلت تحت امركم في اي وقت. الله يبارك فيك. انت اللي مشكور وما قصرت. الله يبارك فيك. اذا وصلنا معاكم للختام، كل الشكر والتقدير لضيفي الكريم استشاري الجراحات العامه والسمنه ووزير الصحه الاسبق دكتور محمد براك الهيفي. لقاء جديد اجمعنا فيكم في الاسبوع القادم، لذلك الحين اترككم في امان الله ومع السلامه.